في السؤال 14، إذا سرعة تناقص، عفوا التسارع، قيمة التسارع، إذا التناقص في السرعة، إذا A يساوي ناقص 10 متر على ثانية تربيع. السرعة البدائية للطائرة في صفر يساوي 150 كيلومتر بالساعة، بالطبع نحولها إلى المتر على الثانية، نقسم إذا على 3.6. والسرعة النهائية بالطبع هي التوقف، إذا المسافة أو الديسبليسمنت المستلزم للطائرة علشان تتوقف هو بالطبع من المعادلة الإضافية دلتا إكس، هو السرعة النهائية مربع ناقص السرعة البدائية مربع تقسيم 2 في التسارع. إذا صفر تربيع ناقص السرعة البدائية، إذا الكل تربيع، وتقسيم 2 في ناقص 10، وفي الأخير نتحصل على 86.8 أمتار.